اليمن المثقل بالحرب لا تنقصه أو لا ينقصه فيروس كورونا، لسيما وأن أنظمته الحكومية والصحية متهالكة. التقرير التالي يسلط الضوء على هذا الأمر واستعدادات اليمن لمواجهة فيروس كوفيد 19. عصفت به حرب ممتدة منذ أكثر من 7 سنوات، وأحلت به أزمة إنسانية هي الأسوأ في القرن 21. اليمن متسللاً إليه مؤخراً فيروس كورونا لا يأبه ولا يفرق بين الأطراف المتنازعة، ليبدأ اليمن بالسير على خطى باقي الدول موحداً شقي النزاع لاتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة الوباء، ما جعل السلطة المحلية بمحافظة عدن تدرس إمكانية تخصيص جزيرتي العمال والنهدين لتصبح محجرين صحيين، إذ كانت كذلك في 20ات القرن الماضي. وقد بدأت تنتشر حالة الهلع بين اليمنيين خشية تفشيه بينهم، ما جعل الأسواق تعج بالحركة لشراء المؤن قبل غلق بعض الأسواق، بالوقت الذي يعاني بلدهم من تدهور في القطاع الصحي. ما تقوم به أمانة العاصمة من رش وتعقيم للشوارع، هذا خطوة جيدة، ونحن نطالب بالمزيد من الإجراءات الوقائية الاحترازية ضد هذا الوباء الذي يفتك بالعالم بالكامل. بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية، يبدو أن كورونا لن تقف عائقاً أمام القصف الصاروخي والمدفعي، حيث قصفت قوات الجيش التابعة للحكومة الشرعية برئاسة عبد ربو منصور هادي الحديدة، بالإضافة لشن الطيران السعودي 27 غارة على مدن في محافظة الجوف، ما خلف خسائر في صفوف الحوثيين. أما قوات أنصار الله الحوثي فقد واصلت استهدافها لقرى سكنية ومزارع لمواطنين بقذائف الهاون بمنطقة التحيتة بجنوب اليمن.